طبعا موافقين. حد يطول يلاقي طبيخ بيتي ويقول لا؟ بس نطلبه يتعمل لنا، اذ ربما نطلب القاس يتعمل لي القاس، اطلب كباب حله يجي لي كباب حله، دقيه باميه تتحفني بدقيه باميه، ولا غلط؟ جوعتنا يا تيتي. بص يا جماعه انا معاكم، واي اكل انتوا عايزينه انا تحت امركم يعني، بس انا لازم احاسب بالشهر عشان اعرف بقى اظبط مخزني واظبط مطبخي. بصراحه انا في قلبي ذره شك في مستوى مطبخ الجماعه بتوعك دول. لا 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 لا، اوعى تفكر او تشك اللحظه، اسال اهو المعلم تيتي. فاكر يا معلم تيتي اما عزمتك عندي مره واكلتك ملوخيه بالارانب؟ فاكر ده كان من فتره قبل الجواز. طبعا فاكر، الكلام ده كان من 10 سنين وكان يوم خميس الساعه 8 الظهر. ده لسه طعم الملوخيه في بقي. ايه ده؟ انت من ساعتها ما غسلتش بقك؟ الله اكبر، انا ما اشكش في بق تيتي ولا مزاجه في الاكل. بص يا جماعه انا عامل الموضوع ده يعني خدمه ليك، ولو مش عايزين بلاش. هتدفعنا كام؟ زي ما بتدفعوا في المطعم بتاع مدي ايدك ده بالظبط، بس ساعتها بقى لما تدوقوا الاكل مش هتخلوا حد يمد ايده معاكم. وانا هدفع اشتراك 6 اشهر. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان. انتبه. بصي بقى يا ماما، بما ان انت قائده فانا اتفقت مع الترزي هيجيب لبس لكل الناس، كلكم هتلبسوا اللبس ده. لا انا مش هلبس زيهم، انا الكوماندوس. طبعا يا ماما، عشان انت الكوماندوس فلازم تبقي مميزه، عشان كده جبت لك طرطور احمر، هم طراطير بيضه كلهم. والفلوس انا مش هاخد زيهم. طبعا يا ماما، انت هديكي 2000 جنيه كل شهر، ال 2000 جنيه دي بقى تتصرفي منهم تديهم مرتبات كل واحده على حسب مجهودها. عارف انا همشيهم على العجين ما يلخبطوش. ولازم تفتحي عينيك يا ماما. أيوة. ماشي، البضاعه اللي انا بجيبها تراجعي عليها اول باول عشان المال السايب يعلم السرقه، انت عارفه. أيوة طبعا. أيوة. ايوه ايوه ايوه. دول يا حبيبي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت مين اللي انت طالبه يا عم؟ ادخل يا محمود. تعالى يا محمد. يا دول كله تمام؟ ايه جبت كل حاجه؟ كله 100 100. دول عندك اهو يا جماعة، بعد إذنكم محدش يمد إيده على أي حاجة لما راجع. بس استنوا استنوا استنوا، محدش يمد إيده على حاجة. قول لي إيه اللي جبته بالظبط؟ أهو دول كل اللي أنت عايزه. عدد واحد شكارة رز فقط لا غير بتاريخ 2/4 اللي هو النهاردة، قد تم إحضاره لتو. شايفين تم إحضاره؟ هل لديك أشياء أخرى؟ أه يا دول، وعندك كمان فخدتين على كتفك يا حسدتهم أنت يا دول. ماشي. كندوز احمر فقط لا غير، وخمسة اكياس ملح قابلة للنفاذ. كرتونة مكرونة دولة فرط، وثلاث صفائح سمنة بلدي. صفيحة واحدة انت هتخنصر من اولها؟ ماشي، صفيحة واحدة فقط لا غير سمنة بلدي، وشريط كاسيت يا دولة. شريط كاسيت جايبه ليه؟ عشان تسجل الوارد يا دولة. يخرب بيتك، هسجل الوارد على الشريط؟ هات، مش دي البيانات كلها؟ ظبط الصفائح تبقى صفيحة واحدة. ماما اتفضلي امضيلي. ايه ده؟ ايه ده؟ هتمضي امك؟ امال ايه؟ ده لو امي امضيها، امال ايه؟ يلا هات هات. واي حاجه تنقص انت حره، هبلغ فيكي. عايزك تركز معايا يا رمزي، العلبتين دول واحده فيها عكاوي وواحده فيها كوارع، دول بتوع المعلم تيتي ولا غلط؟ ها؟ حاضر يا دولة. بقول لك يا دولة، ما كفايه عليه علبه واحده يا عم، هو هياكل علبتين؟ يا غبي يا غبي، احنا بنبيع مش بنشتري. اه يا دولة، طب اذا كان بقى كده يا عم احنا نديله 10. انت بتفكر ليه؟ انا قلت لك فكر. بتفكر ليه؟ انت تنفذ اللي انا بطلبه منك وخلاص. طيب انا اسف يا دولة. واحد عايز علبتين اديله 10 ليه؟ انت مالك؟ انا اسف يا دولة. ايه كمان؟ عندك بقى يا سيدي، في عندك التلات علب دول اهو، 1 2 3، دول بتوع المعلم مهرجه، واحده فيها مكرونه والتانيه فيها باميه والتالته فيها سمك. ماشي. انا مش فاهم، حد ياكل سمك مع باميه؟ غبي غبي يا دولة. ما هو لولا اختلاف الاطعمه لفسدت الالسنه. الله على اللسان اللي بيقول الحكم. انا نفسي اللسان ده اشده كده واعمل لاي حد مثلا ايه كوارع باللسان بتاع حاجه كده. عندك بقى يا سيدي العلبتين دول بتوع المعلم عمرو بركات، والعلبتين دول بتوع المعلم طارق الشوره، وعندك العلبتين دول بتوع المعلم احمد جمال. ها ماشي يا دوله. حبايبي دوله يا دوله، هتوديهم وترجع لي على طول تاخد الطلبيه اللي بعد كده. ماشي يا دوله. طب وانا بقى يا عم بقى فين علبتي؟ يا ده علبه ايه يلا، انت مش اساسا مستكتر الاكل ده على الزباين؟ اه خلاص، اللي يفضل منهم خدوا ليك يا درامزي. ماشي يا دولة. يلا صح. بسرعة بسرعة. صح يا دولة صح. فريرة يا دولة، فريرة فريرة.
مية مية ايه يا دولة؟ ده اذا كان المعلم تيتي لوحده يا عم مديلك 500. مساء الخير، انا طلع الشيل تاني صاحب مطعم، مد ايدك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، وحضرتك مديت ايدك بقى ولا لسه؟ ده تلاقيه يا دولة يمد ايده ويشحت من الشحاتين. اهلا مؤاخذة اهلا مؤاخذة يا استاذ طلعت، اتفضل حضرتك اتفضل. ايش الواد رمزي بيحب يقول؟ قول حضرتك منور يعني. عموما يعني ما تزعلش، دي قضية بسيطة جدا، وبعدين لعلم حضرتك يعني خدها مني نصيحة، يا ريت انت بقى تقفل المطعم بتاع مدي ايدك ده وتقعد في بيتكو وتكلمني بالتليفون، ابعت لك على طول الاكل اللي انت عايزه. هتلاقيني بالبسكليتة عند بيتك بالدرجل. انتوا كده بتضربوني في اكل عيشي. معلش يا استاذ صلعت، حضرتك دي مش بايدينا يعني، البقاء للاجمل والاطعم والالذ. الالذ الالذ. ما تفرحش قوي يا استاذ عادل، السوق ياما هنا وياما هناك، وزي ما نصحتني انا كمان هنصحك. يا عم بدل ما تنصحنا روح انصح انت نفسك، يعني انت المطعم عندك بينش. بس يا رمزي احنا لازم يبقى عندنا روح رياضيه، وخصوصا الاستاذ مش ده اللي بيطلع في الاعلانات بتاعه الفراخ في التلفزيون. يا دوله. وحتى دي من انفلونزا الطيور. عندك ترخيص صحه؟ الصحه بومبو الحمد لله. عندك سجل تجاري؟ يا عم احنا ما تفرقش معانا الحاجات دي، احنا الحمد لله معانا فلوس كتير، يعني بدل ما يبقى عندنا سجل نشتري 10. طب ايه رايك يا استاذ عادل لو انت بقيت المعلم الكبير وانا اشتغل عندك؟ معلش يا استاذ طلعت، يعني صراحه سمعتك مش قد كده يعني. طيب انا اشتري منك. اشتري مني ايه؟ يعني اشتري منك كل شهر اكل ب20,000 جنيه، ابيعه في المطعم عندي وانت مكسبك هيبقى الضعف. طيب وحضرتك ليه يعني ما تعملش الاكل ده في المطعم عندك؟ يا دولة يمكن الانبوبة فضيت. الحقيقة يا استاذ عادل الشيفات اللي عندي مش في ربع مستوى الطباخين اللي عندك، انا دقت اكلهم وهنيك. اذا كان كده يعني معلش. اوكي ادي لسته بالطلبات اللي انا عايزها كل يوم، وبقى قائمه الاسعار بتاعتك. ماشي اوكي، ابعت لك كل يوم الطلبيه زي ما انت عايز. الفلوس بكره وكاش، كله كاش. مع الف سلامه. مع الف سلامه يا استاذ صلاح، انست وشرفت. شفت يالا؟ ايوه دول، انا عايزك يا دول تجمد قلبك وتخش في الحديد يا عم، ولو ما اشتريش منك في مليون واحد هيشتري منك. انت تعديت يالا ولا ايه؟ الطلبيه كلها تمام. كباب الحله فين؟ اهو يا دول. حلو. فين ام علي؟ اللي جنبها. ماشي. ابو علي اللي جنبها. اخت علي اهي. علي نفسه فين؟ اهو الاولاني ده يا دول. متاكد؟ متاكد يا دول. اوكي كده الطلبيه كلها تمام يا معلم. الحمد لله يا دول. بس انا يا دول دلوقتي انا هشيل الحاجات دي كلها ازاي على البسكليته دي؟ لا بسكليته ايه يا ابني، الاستاذ طلع بتاع مطعم مدي ايدك ده هيجيب بقى معاه ناس يشيلوها اكيد، ومعاهم عربيه نص نق. الشغل وسع. عادل باشا خلصت الطلبيه؟ طلبية واحدة بس، ده أنا مخلص النهاردة بتاع 20 طلبية، أعمل لي بالميت النهاردة بتاع 12,000 جنيه. مش معقولة يا أستاذ عادل كل يوم كده. لا لا لا، يوميا وساعات بيبقى أكتر من كده كمان. غلبان أوي أستاذ طلعت، تلاقيه مثلا بيعمل ب 115 جنيه في اليوم ولا حاجة. اتفضل 5000 جنيه قيمة الطلبية، اتفضل. 5000 جنيه ده أكبر مبلغ جاي لي يالا. 5000 جنيه. مسكت متلبس ومعاك شريكك. متلبس ومعاك شريك مين ده؟ انت مين حضرتك؟ شغال من غير ترخيص صحة، جبت لك واحد من الصحة. شغال من غير سجل تجاري، جبت لك واحد من السجلات. شغال من غير بطاقة ضريبية، جبت لك واحد من الضرايب. الضرايب؟ أيوه صح. ده هو يالا شكله اللي بيطلع في بتاع خلي بالك من مصلحتك اولا ده يالا. يا دولة يا الف شكر والله حضرتك، متشكرين قوي يعني. احنا والله يعني ما كناش عندنا وقت نروح نجيب الحاجات دي كلها، وخصوصا بقى في شغل كتير وفلوس جايه وفلوس رايحه. يخرب بيتك انت مش فاهم يالا، انت عايز تحبسني تحبسني. خد الفلوس دي امسكوه هو حضرتك. اتفضل معايا. ليه كده بس يا عم شومان؟ ده احنا زملاء عيب يعني. حاضر اتفضل معايا. حاضر اتفضلوا. ايه ده؟ طب وانا مش هروح معاكو؟ ايوه حضرتك. حضرتك معاك فلوس اهو. بص يعني هو اللي اتفضل معانا. اتفضل 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 حضرتك اتفضل اتفضل. يلا الحمد لله مش اشكال المشروع يولع، المهم اني خلصت من رمزي.